السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس المواد الاجتماعية، وهو تحت عنوان شبه الجزيرة العربية الموقع والثروات الطبيعية، فلنبدأ. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادراً على 1- أن يحدد دول شبه الجزيرة العربية على الخريطة. 2- أن يبين مواقع الثروات الطبيعية بها. 3- أن يبرز الأثر الإيجابي للنفط والغاز الطبيعي على الاقتصاد والمجتمع. خريطة الوطن العربي السياسية: تأملوا الخريطة التي أمامكم. خريطة الوطن العربي ممتدة من الخليج العربي وبحر العرب شرقاً حتى المحيط الأطلسي غرباً. نرى أن جميع الدول العربية موجودة فيها. لو جئنا نريد أن نحدد موقع شبه الجزيرة العربية بالنسبة إلى الوطن العربي، أين يقع إقليم شبه الجزيرة العربية بالنسبة إلى الوطن العربي؟ أحسنتم، يقع في القسم الآسيوي من الوطن العربي. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما هي دول شبه الجزيرة العربية؟ أول دولة معشوقتنا مملكتنا الغالية. أحسنتم، مملكة البحرين، نعم. وأولى الدول العربية الشقيقة القريبة منا والتي نسافر إليها عبر جسر الملك فهد، ما هي؟ أحسنتم، المملكة العربية السعودية. ومن بين دول شبه الجزيرة العربية أيضا سلطنة عمان، نعم، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، المملكة العربية السعودية أشرنا إليها، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، بارك الله فيكم. وتعادل مساحة شبه الجزيرة العربية حوالي 13% من مساحة الوطن العربي. بارك الله فيكم جميعا يا أحبائي. تأمل خريطة شبه الجزيرة العربية وحدد أهم المسطحات المائية المحيطة بها. بإمكانكم إيقاف الفيديو لمدة دقيقة واحدة. حسناً، هل انتهيتم؟ نبدأ بأول مسطح مائي في جهة الشرق. ما هو المسطح المائي الذي يقع في جهة الشرق من شبه الجزيرة العربية؟ أحسنتم، إنه الخليج العربي. ماذا عن المسطح المائي الذي يحد شبه الجزيرة العربية من جهة الغرب؟ إنه البحر الأحمر. أحسنتم، وماذا عن المسطح المائي الذي يقع جنوب شبه الجزيرة العربية؟ ممتاز، إنه بحر العرب. وما هي المضائق التي تشرف عليها شبه الجزيرة العربية؟ تشرف شبه الجزيرة العربية على مضيق باب المندب عند الجمهورية اليمنية، كما تشرف شبه الجزيرة العربية على مضيق هرمز عند سلطنة عمان. بارك الله فيكم جميعا يا أحبتي. إذن أبنائي، ماذا تعلمنا عن موقع شبه الجزيرة العربية وخصائصها؟ أين يقع إقليم شبه الجزيرة العربية؟ أحسنتم، يقع في القسم الآسيوي من الوطن العربي.
وما هي أهم المضائق التي يشرف عليها إقليم شبه الجزيرة العربية؟ ممتاز! تشرف شبه الجزيرة العربية على مضيقي باب المندب عند اليمن ومضيق هرمز في سلطنة عمان. وما هي يا ترى المسطحات المائية التي تشرف عليها؟ أحسنتم! تحيط بشبه الجزيرة العربية مسطحات مائية هي البحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي وكذلك المحيط الهندي. سمي الدول التي تضمها شبه الجزيرة العربية. دعونا نستعرض الإجابات: المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، الجمهورية اليمنية. والآن أعزائي الطلاب، دعونا نختبر أنفسنا. حدد موقع شبه الجزيرة العربية الجغرافي. تقع شبه الجزيرة العربية في القسم فراغ من الوطن العربي. هل تقع شبه الجزيرة العربية في القسم الإفريقي أم في القسم الآسيوي؟ أحسنتم! تقع شبه الجزيرة العربية في القسم الآسيوي من الوطن العربي. ننتقل إلى السؤال الثاني: اختر أسماء الدول التي تضمها شبه الجزيرة العربية. تأملوا أسماء الدول التالية، لديكم من الوقت دقيقتان. حسناً، هل انتهيتم؟ دعونا نستعرض الإجابات الصحيحة. أسماء الدول التي تضمها شبه الجزيرة العربية هي: سلطنة عمان، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، ودولة الكويت. أحسنتم! من منكم حصل على الدرجة الكاملة؟ بارك الله فيكم! مناخ شبه الجزيرة العربية. تأملوا هذه الصورة. ما هو مناخ شبه الجزيرة العربية؟ أحسنتم! إنه مناخ حار جاف، تقع
تكثر فيه الصحاري وتقل النباتات، أما الأراضي الزراعية فتنتشر عند السواحل والسفوح الجبلية. أحبتي، بعدما انتهينا من تحديد دول الخليج العربية على الخريطة، الآن ننتقل إلى الهدف الثاني من الدرس، وهو تحديد مواقع الثروات الطبيعية على الخريطة. دعونا نتأمل الخريطة التالية لمدة دقيقة واحدة. بإمكانكم إيقاف الفيديو. حسناً، هل انتهيتم؟ في أي جزء من شبه الجزيرة العربية يكثر النفط والغاز الطبيعي؟ أحسنتم، في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية. اذكروا لي اسم حقل من حقول النفط في شبه الجزيرة العربية. ممتاز، حقل غوار. كم أنتم رائعون! اذكروا لي بعضاً من الموانئ النفطية في خريطة شبه الجزيرة العربية. اذهبوا إلى مملكة البحرين. ما اسم الميناء؟ أحسنتم، ميناء سترة. دولة الكويت، ما اسم الميناء الذي يقع فيها؟ أحسنتم، ميناء الأحمدي. بالنسبة إلى الجمهورية اليمنية، أحسنتم، ميناء عدن. ويوجد لدينا أيضاً ميناء الفحل في سلطنة عمان. أحسنتم، بارك الله فيكم جميعاً يا أحبائي. النفط والغاز الطبيعي في شبه الجزيرة العربية، كما تتوافر في مياه البحار المحيطة بشبه الجزيرة العربية ثروة سمكية كبيرة تختزن أراضي ومياه شبه الجزيرة العربية كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، هي الأكثر أهمية والأكثر وفرة في العالم. تتواجد حقول النفط والغاز في القسم الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وهي على شكل حقول برية وأخرى بحرية. بالنسبة إلى أهم الحقول النفطية هو حقل غوار في شرق المملكة العربية السعودية، وبالنسبة إلى أهم حقول الغاز فهو حقل الشمال في دولة قطر. بعد استخراج النفط من باطن الأرض، ينقل النفط بواسطة أنابيب إلى مصاف التكرير أو موانئ التصدير. يصدر النفط والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية بواسطة ماذا؟ بواسطة سفن ضخمة تسمى ناقلات النفط عبر البحار والمحيطات. أثر النفط على الاقتصاد والمجتمع. سبق وتعلمنا أنه منذ اكتشاف النفط مثل نقطة تحول في تاريخ مملكة البحرين، فكانت عائدات النفط عاملاً أساسياً من عوامل نهضة البلاد الحديثة. فالنفط ركيزة أساسية في اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تساهم عائدات النفط في تحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات، على سبيل المثال العمران والتعليم والصحة. فبعوائد النفط، بأموال النفط، تم تشييد العديد من المدارس
والمستشفيات والمجمعات والمنتجعات السياحية. بعوائد النفط تم تمويل العديد من المشاريع الزراعية وبناء العديد من المصانع وكذلك تطوير الطرق وشبكة المواصلات. وبعوائد النفط أيضا تم تطوير المدن والأرياف والقرى. وبهذا الشكل تحسن مستوى المعيشة وتحسن وضع المجتمع. أعزائي الطلبة، في ختام درسنا لهذا اليوم دعونا نختبر أنفسنا. عزيزي الطالب، اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: 1. تختزل معظم الثروات الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي في أرض شبه الجزيرة العربية في الجهة، هل هي الشرقية، الغربية، الشمالية أم الجنوبية؟ أحسنتم، إنها الجهة الشرقية. أهم حقول النفط في المملكة العربية السعودية هو حقل، الدخان، الغوار، الأحمدي، بوحصة. ممتاز، إنه حقل الغوار في السعودية. ماذا عن حقل الغاز؟ هل تتذكرون؟ أحسنتم، إنه حقل الشمال في دولة قطر. ينقل النفط إلى الأسواق العالمية بواسطة ماذا؟ الأنابيب والسفن، الأنابيب والطائرات، الطائرات والسفن أم بالقطارات والطائرات؟ ممتاز، عن طريق الأنابيب والسفن، وتسمى السفن بناقلات النفط. أحسنتم. ننتقل إلى الشق الثاني من التقييم. ما أثر النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ لديكم دقيقة واحدة. حسناً، هل انتهيتم؟ دعونا نستعرض الإجابة. حقق نهضة شاملة في العمران والتعليم والصحة في دول مجلس التعاون، وكذلك لعب دوراً بارزاً في ازدهار المدن والأرياف وتحسن مستوى المعيشة. من منكم حصل على الدرجة الكاملة؟ كم أنتم رائعون! بهذا الشكل وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. مع السلامة.